اليوم هو يوم عيد أممي للطبقة العاملة وعيد أممي للعمال والعاملات. وحنايا كجامعة وطنية للتعليم بغينا باش أننا نديرو يعني واحد الشكل احتجاجي وفي نفس الوقت شكل احتفالي بالمناسبة نتاع فاتح ماي، ولكن مع الأسف أن الجائحة ولات يعني مبرر لجميع الأمور اللي ماشي هي هذيك ضد الطبقة العاملة وضد الشغيلة بشكل عام والشغيلة التعليمية بشكل خاص. إذا المنع والقمع وغياب الحوار وغياب المفاوضات. اليوم فاتح ماي كان المفروض أنه من قبل الحكومة مع المركزية النقابية أنه يفتحوا المفاوضات ويكون الحوار وأنه يعني يستقبلوا فاتح ماي والشغيلة يستقبلوها يعني بنتائج في زيادة في الأجور في حل المشاكل اللي زاد تفاقمات مع الجائحة نتاع كورونا. نفس الشيء بالنسبة للنساء ورجال التعليم، يعني هناك غياب الحوار مع وزير التربية الوطنية، ومن كتكون جلسة نتاع الحوار كتكون فقط جلسات شكلية وغير مجدية وغير منتجة، وحتى إذا كانت هناك نتائج لا يتم الالتزام بالنتائج. إذا فليتحمل كل مسؤولياته. احنا كجامعة وطنية للتعليم غادي نستمروا في الاحتجاج والنضال وفي الدفاع عن المطالب نتاع التعليم العمومي المجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأول إلى العالي، وبالطبع المطالب نتاع العاملين والعاملات بالتعليم في بلادنا. إذا فليتحمل كيف قلنا كل مسؤولياته، ونساء ورجال التعليم والشغيلة ما خصهمش يتصابوا بالقنوط، بالعكس كيخصهم يعملوا من أجل أنه يتوحدوا من أجل أننا يعني ننهضوا هذه السياسات المتبعة في بلدنا المتميزة بالقمع وبالتشريد وبالمنع يعني اللا قانوني نتاع الاحتجاجات والوقفات، وفي المقابل ليس هناك حوار ليس هناك مفاوضات. احنا اليوم جينا نجسدوا كما كان في النداء الى جانب المكاتب الاقليميه الرباط وسلا سخيرات وتمارا هذا الشكل الاحتجاجي بمناسبه العيد الاممي للعمال بساحه باب الحد، ومسلسل القمع لا زال يمارس علينا كنقابه أكثر تمثيلية. نحن فقط جئنا لنقول كلمة واحدة، نريد حوارا جادا وعادلا لكل فئات التعليمية لنساء ورجال التعليم، التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، للمقصيين من خارج السلم، للدكاترة، للمكلفين خارج إطارهم الأصلي، ولضحايا النظامين، ولذوي الشواهد العليا المحرومين من الترقية. أنا الأوان أكثر من أي وقت مضى أن تفتح الوزارة حوارا جادا مع النقابات الجادة كي نصل إلى حل جذري، لا حلول ترقيعية، حل جذري يرقى بمستوى المدرسة العمومية إلى المطموح والمأمول. إذا أردنا مدرسة عمومية بمقاييس في المستوى، لابد أن نهتم بالموارد البشرية، لابد أن نهتم بنساء ورجال التعليم وأن نحقق كل ملفاتهم المطلبية. عيد أممي بطعم آخر، بطعم القمع، ونحن نشجب ونندد كل هذه الممارسات التي تطالنا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.